الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من النيجر بعد المشاركة في القمة الأفريقية الاستثنائية. رئيس مجلس النواب الليبي يطرح في مقابلة مع إكسترا نيوز مبادرة للحل السياسي في ليبيا. الولايات المتحدة تقول إنها لا تسعى للحرب مع إيران وتعلن استعدادها للحوار. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة قادما من النيجر بعد زيارة استغرقت يومين، ترأس خلالها قمة الاتحاد الإفريقي التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة. أكد الرئيس السيسي أن قمة النيجر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الإفريقي وعلامة فارقة تجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي تتطلع إليه الدول الإفريقية عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية. شدد الرئيس السيسي على وجود رغبة في إزالة كافة التحديات التي تعوق طريق التنمية والتقدم في القارة الإفريقية. طرح المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي مبادرة من 4 نقاط لحل الأزمة في البلاد. وفي لقاء خاص مع إكسترا نيوز أوضح صالح أن المبادرة تتمثل في ضرورة تبرؤ فايز السراج من تحالفاته مع الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة ومنع صرف الأموال الليبية على الميليشيات والاعتراف بأن الجيش الليبي يحارب الإرهاب فضلا عن الإفراج عن المعتقلين. أعلن التحالف العربي اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية. قال المتحدث باسم التحالف العقيد التركي المالكي إن ميليشيات الحوثي لم تحقق أهدافها من الهجوم، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضدها. قال مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده لا تسعى لحرب ضد إيران وترغب في الحوار لكنها لن تتراجع عن موقفها، ووصف الاتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية وإيران في 2015 بأنه كارثي، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. رفض الاتحاد الأوروبي التنقيب التركي في مياه قبرص باعتباره أمرا يثير القلق ويمثل تصعيدا مرفوضا. ذكر الاتحاد في بيانه أن عملية التنقيب المزمعة تعد انتهاكا لسيادة قبرص. كانت قبرص قد أذنت وبشدة إرسال تركيا لسفينة سفينة حفر ثانية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة مياهها الإقليمية، وأكدت أن ما تقوم به تركيا يعد اعتداء على حقوقها السيادية. موجز الأنباء انتهى، وللمزيد من الأخبار تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.